اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع مدافع جديد لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت: النادي الأهلي يبحث عن التعاقد مع مدافع في الميركاتو الصيفي، وهناك كلام كتير عن مصطفى العش ومحمد إسماعيل وإياد العسقلاني كي يتعاقد الفريق الأحمر مع أي منهم. وأضاف زين الدين بالعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري: هو من أهم المرشحين للانضمام للأهلي لدعم خط دفاع الأهلي. ما يقال أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي شاهد اللاعب وأبدى إعجابه بإمكانياته ومهاراته، وهذا هو الجديد في الأهلي.